عليكم ورحمة الله هي وبركاته، يعني معكم ماجد قائد ما تشغل هالشي. عشان فيديو جديد عبارة عن تجارة قمريات. آسف على القطع، طبعا كنت شوي مريض ومي مصوت، أتوقع هسه شوي مريض ويعني صوتي ما راح يكون زين أتوقع، فأتأسف. اليوم جعتكم تجارة حلوة إن شاء الله تعجبكم، تجارة ممكن يعني تستفادوا وما تربحون كنز هواية إن شاء الله من هاي التجارة. تروح إذا بحال تروح في السكجول، إحنا تجي إحنا الاستثمار لازم نسويه. تروح بعد 11 يوم، ما ادري بعد شوية، تحتاج 8 لاعبين جولد و 11 سبس، يعني تستعمل لازم 3 لاعبين سيلفر و برونز، كثير لاعبين حيستعملون سيلفر، والويكند نفس الشيء، تستعمل لازم 3 لاعبين سيلفر او برونز، فاكيد اللاعبين السيلفر يا شباب مثل ما تعرفون اسعارهم راح يعني تصعد بشكل مو طبيعي ان شاء الله. يعني عندكم اللاعب مثل هذا اللاعب ايبي، هذا اللاعب الايبي من اكثر اللاعبين اللي يصعد على سعر عن كيربراي. شوف سعر اللاعب حاليا 850، هسه ناخذ 850 هذا اللاعب اوقي الفريق، ابقيه عندي 10 انا نصيحه، انتم بقوا انتم تبيعوا من تبيعوه، مو تبيعوا اول ما تجي البطوله، لا انتم انتظروا، لان هاي نفسه طبعا انتظروا، لانه يعني انتم عفوا شنو بيعوا قبل ما تجي البطوله، لان يعني تجي البطوله هواي ناس حيكونوا يسوون استثمار فراح ينزلون اسعار اللاعبين، لكن انتم من تجي البطوله مو من تجي البطوله، يعني قبل ما تجي بثلاث ايام اسعار حتصعد يعني 100% عندكم راح تصعد، هي اسعار من اول تالي هسه صاعده، يعني اول تالي صاعده هسه يعني الاسعار للعلم ده حب اقول لكم. الاي بي كان ينباع ب 600 800 يعني هسه سعره 1300 تقريبا، فالاسعار منها هسه صاعده، بس انتو هسه الاسعار حتصعد. اي بي اتوقع صعد ل 4000 كوينز بالبطوله، هذا شيء حلو. مو بس اي بي، عندكم كوما لاعبين، كوما 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 يعني لاعبين عندكم هوايه ما شاء الله، مو بس اي بي، مثلا عندكم اللاعب جاشوا كينج. جاشوا كينج سعره تقريبا هسه 1300، خلينا ناخذها كلها نسخ 1300، خسراني شيء؟ لا مو خسراني شيء، لان متاكد سعره حيصعد انا 2000 كوز، هاي بيها ربح كوز حلو. طبعا هذا جاشوا كينج راح يوديه للفريق مالتي وراح يودي ذول الترانسفير ليست. طبعا يعني تجارة حلوة، يعني مو بسيطة برأيي، يعني تجارة ممكن تربحك كويس كلش حلو. فخر روح سيلفر دوري الانجليزي، عندنا هذا اللاعب، من عندنا هذا اللاعب، هذا اللاعب سعره دائما يسعد، لكن هذا اللاعب سعره من هسه 3000 كوينز، فما اعرف اذا يسوى، اذا هو سعره الان 3000 كوينز، هو بشوف اسعاره من هسه صعدت 4500 هذا اللاعب، يعني منو يدفع 4500 لاعب سيلفا، يعني الاسعار بشوف الاسعار من الان من اليوم قامت تصعد بشكل مو طبيعي. يعني من الناس شافوا البطولة، طلع انفسترز كوما على تويتر، يعني افضل مني الصراحة بالتجارة، حكون واقعي افضل مني بالتجارة، ويعرفون وشافوها قبل الوقت وقالوا للناس اللي تابعوهم، فاسعارهم قاموا يصعدون، فانا يعني شفتها من عندهم وجهت عليكم اقول لكم انه هاي التجارة فعالة 100% وتشتغل. شوف هذا اللاعب سعره في 60000، ممكن اخذ لي نسخة 107 صراحة، شوية سعره 100000 تقريبا، 99000 ممكن، 99000 شعره، 92000 يعني صراحة 92000 سعر حلو، لكن ما راح اخذه لانه شوية غالي، يعني 92000 شوية غالي. بزوريجا 6000، يعني شوف الاسعار من هسه الان من اليوم قامت تصعد، يعني تجارة حلوة. هذا اللاعب يعني شوف هذا اللاعب صراحة 37000 كينج، تدري شنو انا يمكن حاخذ لي هسه كم، حاخذ لي نسختين كينج، الكينج صراحة سعره حلو، يعني انا عندي يعني عندي شوية كوينز، فاذا انت تريد خاطر بكينج، كينج انصحك يعني الاشتراك تعمل نسخة كينج، كينج خاطر بيه صراحة، خاطر بكينج يعني سعره 30 بطاقاته كمهاجم سيلفر رهيب. شوف قلت بطاقاته مثلا هذا، شوف ب 34 بطاقاته رهيب، راح خاطر هذا سنتر متبلع، يلا غلس طاقاته حلوه برايي، كلش طاقاته كلش حلو كلاعب. ممكن ياخذ 37 مهم، لو يعني 38000 اكو واحد ويا هانتر، هذا فريش، هذا فريش، حاخذ هذا والله، هذا فريش عندك، هذا فريش ما استعمليه، عفوا خشوي طاعني يعني اسف، يعني هذا فرش، فراح اخذ هذا فرش بكام، ما مستعملي ولا لعبه، الاسعار رخيصه صراحه، التجاره كلش فعاله، اشتروا بيها، انا هاي التجاره حاشتر هواي لاعبين بيها، راح اسويها هواي ان شاء الله، لا ادري 100% طريقه فعاله وطريقه ربحك، عفوا خشبي.
طريقة ربحكم وكوج ان شاء الله، ويعني تقدرون يعني تربحون اعلانات اللعبة، تربح لك كم نسخة، تربح لك كم كوزاية، او تدخل الفيفا عمود يعني بنهاية الفيفا 17 جاب كل اللي تريدهم ان شاء الله، وتدخل الفيفا 18 رجع تجاهل. صدقوني في 18 انا بعد هو كنت اشهر تقريبا، بس تجي في 18 بعد ما العب يعني، انا راح انزل فيديو ان شاء الله كل يومين، لانه لازم نبدا كل يوم نبدا بدايه قويه بدايه في 18، بس تعب يعني لازم يحاول تبعهم كويس، بس تسوي الطريقه حجبكم اياها ان شاء الله في 18. طبعا عندنا اللاعب ميمي ميمي مي هذا اللاعب، يا سلام يا سلام، بي اوكي اوكي سعر 1700 1700، فلا بأس ناخذ 1700 كويس، اسف خشمي 1700 كويز، وهذا عندنا 1800، خلنا ناخذ بعد بدها اخذ اكل 1900 اوكي يلا غلس 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 1900 زيادة، وهذا 1900، وخلنا ناخذهم يعني، وطريقة كلش حلو، استثمار حلو ممكن تروح بيه كويز هواية. هذا اللاعب مي جربته كلش ممتاز بالملعب، ما عليك بس يستاهل لاعب اسطوري بالملعب يعني، جربته بكرين ممكن تعبته وورد كلاس ضد مانشستر يونايتد، وقدم اداء خرافي بفرق برلي كلش يعجبني. ف شوف بس مقطع المقطع جوك، تسوون اللايك والسبسكرايب، وشوفكم في الحلقة الجاية، يلا بيس اوت، نصيحة عجبك بالتجارة.